بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إزاي أضيف شيرد بارامتر لسيستم فاميلي. أنا عندنا الفاميلي في لودابل، يعني بيبقى في فاميلي تقدر تحملها وتدخلها جوه مشروع الريفت، وفي فاميلي بتبقى سيستم فاميلي، يعني بتبقى موجودة مع البرنامج نفسه، متقدرش تعملها إيديت. زي مثلا الحوائط، يعني لو مسكت أي حوائط وجيت تعمل له إيديت مش هينفع، تقدر تعمل له إيديت فاميلي. يعني مثلا ده مثلا كونديت تيجي تعمل له اديت مفيش، لو عندك بايب برضه ما ينفعش. فالموضوع دوت ازاي نحله، ازاي اخلي عندي امكانيه لحاجه زي كده. يعني تعال بص كده، البايب ديت اهيت، تيجي هنا ما تلاقيش اديت بايب، فما تبقاش قادر انت تدخل تعمل تعديل عليها او تضيف هنا شيرد بارامتر. طيب اعمل ايه؟ خلينا ندخل على المانج، اقول له هنا انا عايز شيرد بارامتر، اضيف البرامتر اللي انا عايزه، وليكن مثلا بايب تايب على سبيل المثال. تمام، اقول له مثلا ان ده نوع تكست. اوكي، هنا بقول له الاسم، الديسبلين بقول له ده تكييف ولا كهرباء ولا ده بابليك او كومن. وبعد كده بقول له هنا ده التايب، هل مثلا هيبقى تكست ولا انتجر ولا نمبر ولا لينث ولا اريا. لو اخترت مثلا بايبنج هتلاقي المجموعة اختلفت تماما. تمام، طيب هقول له هنا انا عايزه كومن، واقول له ايه اوكي، فضفت البايب تايب، اقول له اوكي. وبعد كده هروح للبروجكت برامتر. تمام، واقول له ضيف لي برامتر شيرد برامتر اللي هو بايب تايب. اوكي، بعد كده بقول له ان البرامتر اللي اسمه بايب تايب دوت حطه لي في البايب. تمام، بايب، اجي نختار البايبنج واقول هنا ده بايب. اقدر اضيفه لاكتر من خاصيه، يعني مثلا ممكن تضيفه للبايب، وتقدر تضيفه مثلا للبايب انستليشن، ممكن تضيفه للوول، يعني كل الحاجات اي حاجه انت عايز تضيفها ليها البرامتر دوت ما فيهوش اي مشكله خالص، تقدر تضيف براحتك. فاقول له اوكي، وبعد كده هقول له اوكي. بعد كده لما تيجي تعمل سيلكت على البايب هتلاقي عندك البايب تايب ظهر معاك اهوت، تقدر تكتب فيه اللي انت عايزه.